بيروت ديزاين فير للسنة الثانية رح يعقد بلبنان بين 20 و 23 سبتمبر 2018. مش عبث تم اختيار بيروت. بيروت مدينة مليانة بالمصممين الشباب، بالمهندسين، بالمقتنين، بالأشخاص اللي بحبوا الفن على كافة أشكاله. بهالمعرض اللي بيضم كل سنة، وهالسنة متوقع أنه يزيد العدد عن 47 مشارك، كلهم رح يعرضوا أعمالهم الفنية، ورح يقوموا بمبادلات تجارية مع بزنس مان رح يجوا من كافة أنحاء العالم. نحن موجودين اليوم بإطلاق بحفل إطلاق بيروت ديزاين فير، ورح نكون مع مجموعة مقابلات حول هالموضوع. And now we have an interview with Guillaume Taslé, the founder of Beirut Design Fair. As you say, it was the first time last year, because Lebanon is probably the most creative scene in all the Levant and the Middle East, and there was no international platform. There were very good local platforms, and we think there's room for Lebanon abroad, I mean in Europe, in the USA, and it's the best way to show them abroad is to organize here an international fair and also welcome exhibitors from Italy, France, UK and so on. It's a huge and good luck in Beirut Design Fair. Thank you. Thank you very much. Thank you. هلا مبارك الشريك المؤسس لبيروت ديزاين فير السنة الثانية 2018، شو خلاصة تجارب سنة 2017 اللي وصلتكم انه اليوم ترجعوا تعيدوا بالنسخة الثانية بيروت ديزاين فير؟ السنة الماضية لاحظنا انه في انرجي كتير كتير حلوة، جو كتير كتير بوزيتيف حوالينا على هذا المشروع، لأنه كان عنا 47 مصمم و 47 غاليري كانوا موجودين معنا وأخذوا الريسك يكونوا معنا كرمال يعملوا هذا المعرض الأول. اللي صار هو أنه اكتشفنا أنه في عنا مصممين بجننوا تحف كمان كتير حلوة، خلتنا نرجع نكرر هيدي التجربة. في حلم كتير كبير أكبر منا كلنا، هو لبنان، نقدر ناخد المصممين اللبنانيين لبرا ونشغل حرفيين. بيروت ديزاين فير السنة هلأ بأيلول رح تكون أحلى وأكبر، 60% لبنانيين البقية أجانب، وإن شاء الله نشوفكم بأيلول. أكيد. شو طموحكم هلأ؟ طموحنا نرجع نشغل الحرفيين مثل ما قلت، طموحنا نشتغل على الأرض كرمال نخلي عالم يلتقوا ببعض، يقدروا يعملوا أشياء مع بعض. طموحنا هو أكيد أكبر منا نحن، لأنه هو بلد، هو بيروت، هو ترجع تصير بيروت هي المنطقة للتصميم مش دبي. فوالا. شكرا هالة مبارك على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها. ميرسي لكم عن جد، وجودكم معنا هو اهم شيء بالنسبه لنا. ميرسي بوكو. لبنان رح يبقى، وطالما في ناس عم تآمن بهيدا البلد دائما رح نشهد حركات مهمه توصلنا للعالميه. لكل المصممين، لكل المبدعين، لكل المستثمرين، ندعيكم انه ترجعوا على لبنان تستثمروا، طاقتنا كبيره وبحاجه لكم.